الاسم عبد الجليل عباس محمد زاكي. بدأت هاي العمل من الطفولة طبعا، هواية من الطفولة، وبعدين مارستها عمليا من حوالي من 79 أو 80 في الحدود. بعدين فتحت لي محل 88 أو 87 فتحت المحل، وصرت أمارسه يعني بصفة رسمية. وطبعا بس قبل ما افتح المحل كنت اركب الاويلات، من 80 ل 88 اركب اويلات بس بدون صفه رسميه، يعني بدون محل عندي بس دار. وبعدين فتحت محل صرت امارس التصليح مال التلفزيونات بالاضافه للاويلات. بعدين بعد فتره خلص موضوع الاويلات انتهى، جت الدشات كنا نمارس هالمهنه إلى ذلك الوقت. بس قبل الحين 5 أو 6 أو 8 سنوات ما أركب دشات، خلاص يعني ألغيت لأنه كبرت في السن. خصوصا أمارس المهنة في وهاي مكاني، هذه المكان اللي الحين موجود فيه، هاي جيت فيه من حوالي الحين ما يعادل يمكن 25 سنة أو 24 سنة أو 24 سنة كذي في المحل هذا اللي أنا موجود. بس من قبل كنت في محل ثاني، ولا الحمد لله يعني ماشي الشغل حسب ماشي الشغل. طبعا بما ان المحل مالي في مكان مغلق، بس لله الحمد لله الشغل مو متوقف بسبب اخلاصي للناس وبسبب المعامله اللي يشوفها مني. عندما اسوي لواحد شغله هو يحد علي اصدقائه او اقاربه او اهله، ولا الحمد ماشي الشغل. وانت تشوفني الحين جاي من الصبح عشان اخلص بعض الشغلات الخفيفه، ومن يجي العامل اللي عندي اطلع انا وذاك هو يستلم المكان. وانا في المدرسه اصلح مسجلات، ذاك الوقت ما كان يعني حتى التلفزيونات ما كان عندنا في القريه، ما كان في التلفزيونات، بس كان في مسجلات وراديو. انا كنت هوايتي هذاك، حتى كان هوايتي اني اخذ الاخبار. عندي شيء مهم خصوصا هذه ابتدت من الحرب مال 67، كنت هو من تقريبا 67، وانا احب اسمع الاخبار وتولعت بالاخبار، ونتيجه تولع بالاخبار صرت احب اللي هو الاشياء الالكترونيه، ولا الحمد توفق فيها الاشياء الطريفه الفلسطينيه. وش اقول لك، ما كنت مخزنها عندي، ما يعني باشياء ما يتوقعها العقل، أو لما اشرحها لواحد يقول هي ما اصلي. قلت انا طلبت لي هذه، انا طلبت لي هذه. مثلا على سبيل المثال انا راح اركب واحد اجنبي في الفول، المهم وانا راح لبيتهم بركب العيل، مرات انتظرتنا من الشارع من بعيد شوي شوي، هدوا. انا قلت يعني ما فيها شيء. بعدين من وصلت يقول وش السبب؟ قالت لي زوجي جاي من اخر الدوام وما ابغى يحس ان انتم جيتون ركبتون اشتغلتون في البيت وطلع وهذاك وتقعدونه. انا يعني كنت مستغرب من هالتصرف اللي كان تصرفه، بينما احنا عندنا النسوان اذا هذاك انتم جاي من المكان تبغى لو بس عود تبيت طقت عليك الباب وقعدتك. هاي ما انسى هذا الموقف، هاي ما انسى. يعني قاعد مش اقول لك هي اشياء اللي صادفتني، واشياء واجد مو بس هذه، في اشياء مثل النوع هذا يعني. بس مو متذكر، لو انت قال لي من قبل كان باخذها وبجيب لك الحين، بس اديها لك واحده واحده. الاوليه مسجلات ممتازه وما في معطل ابدا الا الفيوز مال الكهرباء او البلت، بعكس الحين. الحين المسجلات كلها اشياء مثل ما تقول تجاريه وبسرعه تخرب. الاوليه لا، يجيك بس فيوز او يجيك البلت، غير هذا ما يجي. ويجيك ساعات الهد من لان مثل ما نقول اول هذاك ينظف الهيد ويخربه بس. بينما الحين لا، المنتجات الحين تستخدمها بس مده بسيطه وتتلف. لو اشتغلت 20 15 20 سنه 25 سنه ما تختم. والتلفزيون نفس الشيء. يعني التلفزيون الاول يجيبونه ابو ذبه في كل وين غبار تنطفط نسد الشارع من الغبار ماله، زين وما في مشاكل واجهه تبدو. ها
هذا جديد ومدلعينه ومخليهم في محله ومكيف كل شيء. حد يا دوبك يكمل جارتي ماله. في بعضهم بعد الجارتي باسبوع، في بعضهم قبل الجارتي باسبوع اشتروا. والاول لا 15 سنه 20 سنه. يعني حتى لما نروح نشيل التلفزيون من البيت تحصل حد الارضيه ماله بينه وبين التلفزيون كانها قطعه من الاسفنج، هو غبار متجمع. شفت انا يعني صادف مره مرتين كذي. افكر اسفنج اللي هي قطعه من الغبار متجمع حد التلفزيون. يصير نوع الاسمنت وما يخطب التلفزيون. الحين شغلات مواسم، يعني ايام الصيف يجوك الحين القطع مال المكيفات الاسبلت في قطع الكترونيه هي واجد تتلف. نتيجة سوء استخدام الزبون نفسه او عدم فهمه يخلي كل 16. لا انت بدل ما تخلي 16 خلي كم 27 26 حتى ما يترشح الجهاز لداخل بالمال الالكتروني. ان لما تخلي 16 او 17 او 18 وش بيصير؟ يصير فيه بروده واجد ونتيجه بروده تكون ماي على لا. فاثناء اشتغال دوار ما وين بيروح فيه؟ يلفح فوق في هنا قطعه الكترونيه تتعرض للتلف. هذا الحين وبالنسبه ايام محرم هاي موسم والتلفزيون حتى الناس مو في الاول يجونا يعني اقل. ان المحلات واجد فتحتها اول شيء، بس انا لما اسال اسولف يا ربعي او اللي يصلحون قال واجد شغل نظيف. انا بالنسبه للشغل عندي كلش ممتاز، يعني ممتاز ممتاز. انا مثل ما نقول المقادر عندي الاداك اشغال الناس. كان صديقي ناصر علي ناصر، هاي صديق الطفوله من حوالي رابع ابتدائي الى الاعدادي والى الثانوي بعد. ناصر على ناصر من جد الحاج كان يمارس نفس الشغله في التصليح الراديو، وهو وانا تولعت به نتيجه علاقتي به. هاي سبب تولعبنا لانه كان متولع بهالشغله. كنت اطلع من ابو صيب على جد الحاج مشي، وهو بعدين طلعتنا في الليل يوصلني لنص الطريق وخلينا انا اروح ابو صيب ويرجع بلدهم قريته. هذه اساس مثل ما تقول الولع بالشغله هذه. من اساسها هذه علاقتي بهاي الشخص. البرنامج ما على حسب الوضع اللي احنا فيه اللي الكورونا. انا ما اقعد هني، اجي من الساعه 5:30 للساعه 8. لما يجي العامل اللي عندي وجو الناس يخططون شيء انا اكون وسط البيت. ما يصير مني منهم اي شيء، انا كبير في السن اقل شيء متحجج نوع الخشبه اللي مدخرجه واقفه ثابته بس لا تلقيها من تلقيها تكسرت. هذا انا الحين. فانا اروح البيت واريح واخذ لي شوط قدو اذا في شاي اشرب واكل اكل واريح وهذه. وبعدين اجي الظهر اجي هني. متى؟ وقت هو يتغدى. انا هني اجي واحدة وعشرة وربع لازم انا اكون هني. فلا اطلع من يجي اصير اطلع واروح البيت وارد اجي قبل ويا الاذان قبل الاذان هالشكل. العصر اجي يعني مثل ما تقول انا اول حق جسمي هي رقم واحد، ثاني شيء انا اختلط بالناس.